الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث في باب الدلالة على الخير، وهو ما يرويه سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. كنا في الدرس الماضي والذي قبله نوضح البعد العلمي لقول رسول الله، لما يرويه سهل بن ساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه بصق في عيني علي رضي الله تعالى عنه فبرئتا. وكنا قد نقلنا الإشكال الذي يصوره بعض الناس في مثل هذا الموضوع وأجبنا عنه وأوضحنا معنى العلم الذي هو هدف الإنسان في هذه الحياة ونبراسه في السير وفي التعامل مع الكون. وانتهينا إلى أن العلم بالشيء تابع لواقع الشيء وحقيقته وليس العكس، وواقع الشيء الذي نراه من حولنا إنما يتصرف به الله كما يشاء وينظمه حسب ما يريد، وعلم الإنسان تابع لنظام الله الذي بثه في هذه المكونات. فقد أقام الله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين وأنظمة فوعيناها وحفظناها، أطلق على هذا الوعي والحفظ اسم العلم. وعندما يشاء الله عز وجل أن يغير من هذه الأنظمة وهذه الدساتير فإنه لا يمنعه من ذلك أحد، يغير النظام كما يشاء، يجعل الماء محرقا ويجعل النار بردا وسلاما، يقلب طبائع الأشياء كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
وعندئذ يجب على العاقل أن يعيد النظر في علمه وأن يعود إلى المكونات فينسخ ما كان يعرف بالجديد الذي نظمه الله عز وجل له. هذه خلاصة ما انتهينا إليه. وإذا عرفنا هذه الحقيقة العلمية فما هو وجه الاستشكال في أن يجعل الله عز وجل في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء؟ ما وجه الغرابة؟ وما الفرق بين أن يجعل الله سبحانه وتعالى الدواء في مادة من المواد التي يكتشفها الأطباء والصيادلة، وبين أي شيء آخر يضع الله فيه الدواء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل العسل شفاء للناس، وقد هرع الأطباء إلى العسل يصفونه ويضعونه في كثير من الأدوية والعلاجات المختلفة، ويصفونه لقروح ولأمراض جلدية ولأمراض الجهاز الداخلي ولمختلف الأشياء، لكن ليس الطب هو الذي وضع الدواء في العسل، إنما الذي وضع الدواء فيه هو الله. أرأيت لو أن الله شاء أن يعود فيستلب هذا الشفاء من العسل، أقادر على ذلك أم لا؟ وقادر، ولا يمنعه من ذلك مانع. فهل يملك العلم أو العلماء أن يقولوا هذا غير ممكن؟ نعم، لو أن الله شاء أن يستلب من العسل ما فيه من خواص، نعم، لا يمنعه من ذلك مانع. فهل يستطيع العالم الذي حلل العسل ورأى فيه فائدة للحروق وللجثام وللأمراض كذا وكذا أن يقول لنا هذا غير ممكن لأنني حللت ورأيت فيه الشفاء؟ نعم، بالأمس حللت ورأيت فيه الشفاء، واليوم إن حللت ستجد أن فيه الداء. ما الذي يمنع من هذا؟ الإله الذي وضع بالأمس فيه مزية يستلب اليوم منه هذه المزية. مدار الأمر أن نعلم أن هنالك خالقا لهذا الكون نظمه كما شاء، وهو إن شاء غير هذا النظام في الوقت الذي يريد. هذا هو المدار. فأما من لم يؤمن بهذا الإله فالمسألة تختلف. الإنسان الذي يؤله الطبيعة بدلا من أن يؤله الله فلا حديث لنا معه في هذا الصدد، بل ما ينبغي أن نضيع وقتا في مناقشته في هذا الأمر إطلاقا، إنما نحن نتكلم في هذا الموضوع مع إنسان بيننا وبينه قاسم مشترك من الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسله وأنبيائه والإيمان بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لا إشكال في هذا الموضوع إطلاقا. ومثل هذا الموضوع كل الجزئيات التي تدخل في مجاله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، حديث صحيح وهو موجود في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع فعلا انتهى، فليغمسه ثم ليلقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. بعض السطحيين السذج استعظموا هذا الكلام واشتهوا أن يقولوا أن هذا الحديث غير صحيح، واشتهوا أن نحذفه من الصحاح وأن لا نرويه في المجالات العامة. طبعا هؤلاء سذج
يكونون إلى أن يبدأوا دراساتهم الأولوية بقواعد العلوم ومصطلحاته يقينا. نقول لهم هذا الكلام الذي قلناه في الدرسين الماضيين، الحديث صحيح أم لا؟ هذا ما ينبغي أن نتأمل فيه بدقة علمية. بعد التأمل وجدنا أن الحديث صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الكلام لا يقوله هكذا، يطلق الكلام على عوائمه، وإنما هو بوحي غير متلو، هو ليس قرآنا، وحي غير متلو من الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله أن يجعل في أحد جناحي ذباب جرثومة داء كما هو معروف، وأن يجعل في الجناح الآخر نقيض هذه الجرثومة، فما المشكلة التي تعوق دون فهم هذه الحقيقة؟ ما القانون العلمي الذي حفظته ووعيته وجعلك ترد هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ أبدا. الذي وضع في أحد جناحي الذباب أو في أي جهة من جهات هذا الحيوان جرثوم الداء هو الله، وخالق الجرثوم أيضا هو الله عز وجل، والإله الذي خلق هذه الجرثومة عندما يشاء يخلق نقيضها في نفس الحيوان أيضا. وهذا هو الواقع العلمي بل الطبي أيضا. وقد قرأنا كلاما كثيرا لأطباء غير مسلمين، وآخر ما قرأنا لأطباء من الصين أن في الذبابة جرثومة لمرض خطير، وخير علاج لهذه الجرثومة ضد هذه الجرثومة ما في هذه الذبابة نفسها أيضا، ففيها الجرثومة التي تفتك، وفيها أيضا الجرثومة التي تقضي على التي تفتك. وهذا شيء قرأنا ووعينا ولا علم عند هؤلاء العلماء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لكن نحن لا ندعم كلام رسول الله بكلام أطباء، معاذ الله، لسنا بحاجة، بالعكس كلام الأطباء بحاجة إلى أن يدعم بكلام رسول الله إطلاقا. لكن أنا أقول هذا الكلام من أجل أن يطمئن السذج والحمقى من الناس الذين يؤمنون بعلوم الغربيين وخوارقهم أكثر مما يؤمنون بخوارق رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس أقول لهم هذا الكلام، نعم. فما دام الحديث صحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين، لا يلقي الكلام على عوائمه، إذن هذا الكلام يوضع على العين والرأس، لا إشكال فيه إطلاق. نعم، كما قال: الحبة السوداء دواء لكل داء إلا السم إلا الموت. كلام رسول الله هذا، وهذا كلام صحيح، ولا شأن لي بكلام الأطباء بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما يقول هذا الكلام كلامه صحيح، ما وجه العجب؟ مرة أخرى أقول أنا مؤمن بالله، هذه الحقيقة الأولى، ومؤمن بأن محمدا رسول الله، وقد نقل رسول الله عن ربه هذه الحقيقة: ما الذي يجعلني أرتاب في هذا الكلام الذي ينقله رسول الله عن رب العالمين؟ الطبيب إنما يأخذ من مائدة رب العالمين، هو عالة على نظام الله وقانونه، فأنا عندما آخذ من النبع أرتاب، وعندما آخذ من السواقي
الفروع السواقي أضع الكلام على العين والرأس، هذا حق. أما الذين يتأففون من هذا الحديث تأففا نفسيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أمسك الذبابة في الهواء وضعها في الماء أو الطعام، ما قال هذا الكلام، لكنه قال لك إذا وقع الذباب، وقع وانتهى في إناء أحدكم أو طعام أحدكم، الذباب وقع هنا، أما وقد وقع فاغمسه غمسا كليا ثم أخرجه، هكذا يقول رسول الله، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو عندما يهوي يهوي متقيا أي معتمدا على الطرف الذي فيه داء. نعم، كالزنابيل ونحوها التي تفعل ذلك مباشرة، انتهى الأمر، لا إشكال. نعم، والموضوع أظن أنه قد فهم بهذا الشكل، ولم يبقى أي ما يوجب التردد أو التساؤل أو الاستشكال في هذا الصدد إطلاقا. لكن أتمم هذا الكلام لنقطة أخرى قد يخطر في بال بعض منا، وهي أن ما ذكرته في الأسبوع الماضي يوضح لنا بعدا جديدا، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يعلم الغيب أبدا. كثيرا ما عجب الناس بهذا الكلام وقالوا العلم الحديث يعلم ما سيجري غدا، فكيف يقول الله أن الإنسان لا يعلم الغيب؟ نعم، بناء على الكلام الذي ذكرته ينبغي أن ندرك أن الإنسان لا يمكن إطلاقا مهما اتسعت معارفه ومهما اتسعت معلوماته أن يطلع على غيب. لماذا؟ ممكن واحد يقول طبيب، أنا درست خلال حياتي كلها مؤشرات الذكورة في البيضة التي يتم لقاحها في الرحم ومؤشرات الأنوثة، وتتبعت ولاحقت فوجدت الأمر عبارة عن قانون لا ينخرم، متى تكون الصغيات مؤشرة للذكورة ومتى تكون للأنوثة؟ فعلا في هنالك رموز وشارات عرفها الأطباء واستقرؤوها، نعم، وربما رأوا أن هذا النظام لا يختلف. لما رأوا أن هذا النظام مستمر لا يختل، أورثهم ذلك يقينا. كلما رأوا مؤشرات الذكورة في هذه الصبغيات أن يقرروا سلفا أن هذه المرأة ستضع مولودا ذكرا، والعكس أيضا بالعكس. لكن ما رأيكم إن قلت لكم إن قرار الطبيب هذا ليس علما وإنما هو ظن غالب، ليس حقيقة علمية بل هو ظن غالب؟ لماذا؟ لأننا قلنا بالأمس إن الذي وضع مؤشرات الذكورة في الجنين الذكر ومؤشرات الأنوثة في الجنين الأنثى هو رب العالمين، وليس الأمر بشكل طبيعي، إنما هو رب العالمين عز وجل. طيب، هذا الإله وقد رتب الأمر على هذا المنوال انتهى ولم يعد قادرا على أن يعكس الترتيب، أم إنه قادر على أن يعكس؟ قادر، أي قادر على أن يجعل مؤشرات الذكورة التي استمرت قانونا إلى اليوم من اليوم فصاعد قادر أن يجعلها مؤشرات الأنوثة، وأن يجعل مؤشرات الأنوثة في الصبغيات مؤشرات للذكورة.
ويعكس النظام من الآن إلى قيام الساعة، ممكن أم لا؟ ممكن. إذا آمنا بالله عرفنا أن الله موجود، ما في إشكال. ومن باب أولى يمكن أن يدخل شذوذا على هذا الأمر، بين كل فترة وفترة يخلق جنينا ذكر من صبغيات هي في الأصل هي صبغيات الأنوثة، وهذا يحصل الآن بشكل شاذ بين الحين والآخر. فإذا كنت أعلم أن رب العالمين يقدر أن يخلق شذوذا في هذا النظام، هل أستطيع أن أجزم أن هذه المرأة ستضع مولودا ذكرا قطعا؟ لا، لأنني لست واثقا من أن الله لم يخلق شذوذا في هذا الجنين، لست واثقا من أن الله لم يخلق شذوذا في هذا الجنين. وباعتبار أنني لست واثقا فلسوف يظل قراري احتمالا، لسوف يظل قراري ظنا راجحا لا يقينا قاطعا. إذن معرفة الغيب معرفة علمية جازمة قاطعة محصورة بالله عز وجل. أما نحن فنحن نتحسس ونكتشف أنظمة رب العالمين، ويصبح لدينا نوع من الطمأنينة أنها ستستمر، لكن هذه الطمأنينة لا تبقى إلى أكثر من الظن الراجح، ولا يمكن إطلاقا أن تصل إلى اليقين القاطع، وهذا كلام واضح ولا يمكن أن يخالف فيه إلا من يؤلهون الطبيعة بدلا من الإيمان بالله عز وجل. هؤلاء يقولون الطبيعة عشوائية وليس لديها اختيار، وقد نظمت الكون على هذا الأساس، فلسوف يبقى ساريا على هذا المنوال. ومع ذلك هذا الكلام ليس علميا، لأن نفس الطبيعة التي يؤلهونها قد تلحقها طفرات كما يقول العلماء، موجات طفرات من أين تأتي لا أحد يعلم. هذه الطفرات احتمالية تخدش أيضا الحقيقة العلمية الغيبية، وهذا المعنى الذي أقوله لكم هو ما عبر عنه كلام الله بدقة عجيبة، دقة علمية متناهية، عندما قال لنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. أعاد الضمير على المفاتح ولم يعدها على الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم هذه المفاتح إلا هو، ما قال لا يعلم الغيب، لا يعلم هذه المفاتح. ما المقصود بمفاتح الغيب؟ دساتير قوانينها الكلية، ذكورة الجنين وأنوثته أمر غيبي، جذور هذا الأمر الغيبي ودستوره صبغيات، هذه المؤشرات اكس اكس او اكس واي الى اخره، هذه هي جذور هذا الامر الغيبي، دستور هذا الامر الغيبي. طيب دستور هذا الامر الغيبي بيد من؟ بيد الله عز وجل. النتيجة انت تراها وعواملها الخفية بيد الله عز وجل. فإذا كانت العوامل الخفية لهذه النتائج الغيبية بيد الله، فمهما حمقت بالنتائج ومهما رأيتها من بعيد ومهما دلك العلم الاستقرائي على الأمور المستقبلية، فإن الأمر لم يرقى إلى اليقين ما دامت دساتير وهذه القضايا ليست بيدك. هطلت الأمطار، بناء على ذلك غلب الظن أن الأرض ستخضر وستنبت كعادتها استقرار مستمر، هذا ليس يقينا علميا،
اليوم سببا لاختبار وجه الارض بالنبات. نقول صحيح، هذا هو الغيب. لكن جذور القضيه سببيه المطر للنبات، العلاقه التي بينهما، مفتاح ذلك بيد من؟ بيد الله. اذا اراد الله عطل هذه العلاقه، تهطل الامطار ولا تنبت الارض، او تنبت الارض بدون امطار، هذا يكون وهذا يكون. بما ان سر العلاقه بين المطر والنبات ليس بيد العلم ولا بيد العلماء ولا بيد المخترعين، وانما هو بيد الله عز وجل، فالانسان مهما استقرا ومهما تكررت الامور امامه لن يعتصر من هذا التكرار قانونا علميا للمستقبل، لان احتمال التعطل وارد. وقد حصل كثيرا ما يحصل هذا الامر، يحصل ان تمطر السماء ولا تنبت الارض، ويحصل ان تنبت الارض وتتعالى السنابل وتغلط قائمة على سوقها، ثم انك تنظر فتجدها قد فسدت وذابت وتنخلت ولم تعد صالحة لطعام. هذا الامر بيد الله عز وجل، وبناء على ذلك فنحن نقول فعلا مهما تقدم العلم ومهما اوتي الاطباء قدرة واجهزة لا يملكون الا اما فقد تكون عنه مجاز العلم، لكنه في الحقيقة ظن، ظن راجح وليس علما يقينيا. هذه هي النقطة الاخرى التي كنت اريد ان اضيفها لبيان هذه المسألة من اطراف. ثم نعود الى مسألة اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام تحل بعين علي رضي الله عنه، هذا يفتح ملف حديث اخر. هل هذا يعني ان سيدنا علي تبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا هو الاصل. نحن لا نقول ان في ريق رسول الله دواء، الدواء دائما من عند الله، وهذا هو القرار العلمي الصحيح. لا السم يميت بسر جاثم في داخله، ولا الدواء يشفي بسر جاثم في داخله. على كل الاحوال الذي يخلق الهلاك ويخلق الشفاء هو الله، لكن الله قرن الهلاك باشياء وقرن الشفاء باشياء مع الاستمرار في هذا الاضطراب. تصورنا ان الاولى اسباب للهلاك وان الثانية اسباب للشفاء، ولكن الامر يحلل على ان ريق رسول الله يتبرك. شعارات رسول الله المتساقطة منه وهو يحلق يتبرك بها. نعم، ووضوء رسول الله الماء الذي يتساقط من وجهه وهو يتوضأ يتبرك به، اي ان الانسان له ان يبتغي الخير والبركة والشفاء بتلمس هذه الاشياء التي تنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين عرفنا ذلك؟ من السنة النبوية المطهرة، وهذه واحدة منها. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات يوم وكان نائما وقد عرق جسمه وانتشر العرق في ثيابه، فرأى أم سلمة زوجه تعتصر عرقه في عتيدة لها زجاجة صغيرة. قال ما تصنعين؟
قالت عرقك يا رسول الله احتفظ به ليتبارك به اطفالنا. ما انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد صح ان الصحابة كانوا يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد يحتفظ بشعرات من شعر رسول الله في خوذته التي كان يضعها على رأسه. هل هذا شيء مشروع ام لا؟ هو مشروع، لكن ينبغي ان نعلم مصدر البركة والخير في رسول الله او في جزء من اجزاء رسول الله من اين جاء؟ من الله عز وجل. لان الذي ارسله رحمة للعالمين هو الله، وهو القائل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فالباري سبحانه وتعالى جعل رسوله في مظهره الحسي وفي تعليماته المعنوية مظهر رحمة للناس. وإذا كان الأمر كذلك وكان رسول الله بهذه المكانة عند ربه عز وجل، فليس هنالك أي ما يمنع من أن يتلمس الخير في الثوب الذي لبسه رسول الله، في العرق الذي تساقط من رسول الله، وأن آكل من القصعة التي أكل منها رسول الله وأتتبع أصابعه أيضا. وقد فعل ذلك من؟ أبو أيوب الأنصاري وزوجه عندما نزل رسول الله ضيفا أول ما هاجر. عليهما إذا جاءت قصعة الطعام من عند رسول الله، أقبلت أم أيوب وأبو أيوب الأنصاري يبحثون عن أماكن أصابع رسول الله فأكلوا من هذه الأماكن، وقد أخبر أبو أيوب بذلك رسول الله فما أنكر. هذا شيء ثابت إذن، وليس في ذلك أي شرك وليس في ذلك أي إشكال، لكن على أن نعلم في الوقت ذاته أن النافع هو الله وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أعلم أن النافع هو الله والضار هو الله ثم أبتغي الخير عند عرق رسول الله؟ ألا تنافي هنا؟ لا، ما في تنافي. كيف تؤمن بأن النافع هو الله والضار هو الله ثم تأخذ الدواء الذي يصفه لك الطبيب وتلازم هذا الدواء بدقة؟ كيف؟ إذا ينبغي أن يكون استعمالك للدواء مناقضا ليقينك بأن الشافي والمعافي هو الله. هل هنالك تناف؟ أبدا. الله عز وجل جعل هنالك علاقة بين أشياء وأشياء أخرى، رتب بعضها على بعض. الجاعل هو الله والسر عند الله، ولكني أنسجم مع النظام الذي أقامه الله. نعم، جعل في النباتات علاقة بالشفاء، وجعل في بعض منها علاقة بالأمراض والهلاك. والذي يخلق هذا الشفاء أو الداء هو الله فقط، لكن الله وقد علق أشياء بأشياء، الأدب يقتضيني أن أنسجم مع هذا النظام الكوني الذي أقامه الله. طيب، لو أنني اعتقدت أن هذا الماء هو الذي يرويني لكفرت قولا واحدا ولارتددت عن الإسلام، لأن الذي يرويني هو الله. طيب، ومع ذلك إذا ضمئت لابد أن أشرب الماء، وإذا رأيت أن الظمأ استبد بي وطرحني على شفير الخطر والهلاك يجب علي أن أشرب الماء. هل في هذا تناقض؟ أبدا، هذا نظام رب العالمين. يعني
لو ان انسانا قال انا مؤمن بان النافع والضار هو الله عز وجل لا غير ابدا، هو الذي يحقق كل شيء، يقول كلامك صحيح، يقول وبناء على ذلك انا ان ظميت لن اقوم الى ذلك الماء فاشرب، وان جعت لن اسعى الى ذلك الطعام لاكل، لان الله هو الذي يشبعني وهو الذي يرويني، لذلك انا جالس. نقول انت قليل الادب مع الله، وانت تتدلل على الله عز وجل وتريد ان تقفز فوق نظامه الذي اقامك فيه، الذي يروي هو الله، والذي يشبع هو الله، ولكن الله اقامك في كون رتب اشياء على اشياء، وهو يخلق الشبع عندما تأكل، ويخلق في كيانك الري عندما تشرب. فإذا قلت لا أنا لا أريد أن أشرب ولا أن أكل، وعلى الله أن يرويني، هذا لا، هذا كثير، هذا قلة أدب، بل هو أكثر من قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من هذا القبيل. يا ترى أنا أتعامل مع الدواء الذي هو نبات من نباتات الأرض أبتغي باستعماله الشفاء، ولا أتعامل مع عرق رسول الله أو ريق رسول الله أبتغي به الشفاء؟ عجيب، لأن يكون عرق رسول الله مقترنا مع الشفاء الذي يخلقه الله أولى من أن يكون الدواء الذي يصفه لي الطبيب مقترنا بالشفاء الذي يخلقه الله. صحيح هذا أم لا؟ نعم. إذا كان ماء زمزم لما شرب له، هكذا يقول مصطفى، ماء زمزم ماء من الماء ينبع من أرض، من أرض الله عز وجل. نعم. ولو أنك حللت هذا الماء لوجدت المعنى العلمي فيه هو المعنى العلمي في أي ماء آخر تماما. طيب، مع ذلك رسول الله يقول ماء زمزم لما شرب له، أي إن كنت تعاني من مرض وشربت هذا الماء طالبا من الله أن يشفيك عند شربك لهذا الماء، جعل الله من هذا الماء دواء لسقمك أو لأي شيء آخر أيضا كذلك. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا الأرض التي نبع فيها هذا الماء أرض مباركة ولها نسب تمت بنسب متين إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى زوجه هاجر، يوم تركها إبراهيم وذهب إلى حيث أمره الله عز وجل ولديها طفلها الصغير في حجرها، ظمئت، ذهبت يمينا وشمالا وعادت وذهبت تبحث عن ماء لتروي به غلتها فلم تجد، فجاء ملك وضرب بجناحه بقعة من تلك البقاع فتفجرت البقعة ماء وشربت هاجر من الماء وسقت طفلها. هذا الماء ما الذي دخله؟ دخلت قصة أبي الأنبياء إبراهيم، له علاقة بملائكة الله عز وجل، له علاقة بهذه الأرض المباركة التي جاورت بيت الله الحرام. واضح هذا الكلام؟ إذا من هنا نتلمس البركة، فهذا عرق من عروق البركة، لكن منبع البركة أين؟ عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. الكلام مفهوم منطقيا ومفهوم وجدانيا، شرحته من الناحية المنطقية ومن الناحية الوجدانية أيضا مفهوم. كل شيء يتصل بمحبوبك الأول هو محبوب لديك قطعا. رسول الله همزة وصل بين الله ربنا وبين عباده، كيف لا أتعشقه؟ كيف لا أهواه؟ كيف لا ألوذ به؟ جميل. الثياب التي
حوت جسد رسول الله والتي امتصت عرق رسول الله، كيف لا اتضمخ بهذه الثياب وكيف لا استنشق منها العبير؟ كيف؟ وهكذا كل شيء يشعر بشرفي ما اقترن به، هذا معنى وجدان. والانسان عقل ووجدان. من نحن كلنا نسمع كلام مجنون بن عامر فتهتز رؤوسنا طربا ووجداننا ربما سجد لهذا الكلام عندما يقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار. جدار، جدار صامد مبنيا من طين اجر ربما. ما علاقة هذا الجدار بمحبوبته ليلى؟ ومع ذلك فكلنا يقر والوجدان منا يدرك قيمة هذا الموقف تماما. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. شرح بعد ذلك في البيت الثاني عندما قال وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا التجاور، هذا الاقتران جعلني هذه الجدران عندي سرا، وجعلني هذه الجدران في نفسي قيمة. وهذا علاقة إنسان بإنسان، علاقة شخص بشخص. فكيف عندما ينظر العبد إلى الرب ثم ينظر إلى رسول الله الذي هو مظهر تشريع الله ووحي الله في الأرض والذي اختاره الله عز وجل ترجمان شرعه ودينه وإخباره لك؟ طيب ألا تحب هذا الإنسان لصلته هذه العجيبة بالله؟ فكيف إذا علمت أنه محبوب عند ربه بل أنه أحب المخلوقات إلى ربه وهو الذي يقول عنه الله فإنك بأعيننا؟ كيف؟ نعم. وإذا أحببت رسول الله لهذا قطعا ستحب أيضا ما يتصل برسول الله. طيب يا أخي نحن الآن عندما نذهب فمثلا نجد نقع على آثار رسول الله، هكذا ها هنا كان بيت رسول الله مثلا، ما المعنى الذي ينتابنا؟ ما من تابنا أكثر من تاب مجنون بن عامر؟ ما منطوع بين الجدران؟ وهيك شيء طبيعي. فإذا قيل لنا ها هنا يثوي رسول الله، رأينا الأرض التي تضم رسول الله، كيف ننظر إلى هذه الأرض؟ هذا شيء فطري، الوجدان لا يقبل جدلا، إما أن الإنسان إنسان وإما أنه غير إنسان. والإنسان بكله وجدانا وعقلا يمتص هذه الحقائق. الرسول مو أنا، الرسول عندما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة المنورة واستقبله أحد، ماذا قال المصطفى؟ اهتزت جوانحه وتراقص قلبه لمرأة أحد، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. انظروا إلى هذا الغزل من رسول الله بجبل مجموعة صخور وحجارة وأتربة لا تعي ولا تعقل. لكن ما السر؟ السر أن سفح هذا الجبل يضم مثوى طائفة من أصحاب رسول الله. سفح هذا الجبل معجون بدم مصعب، بدم جعفر، بدم كثير، عفوا مو بدم جعفر، بدم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب هذه الحجارة والصخور الجامدة الميتة التي لا فائدة فيها لمجاورتها لهذه الأجسام المباركة الطاهرة. إذا كان الرسول حن إلى أحد وقال عنه هذا الكلام، كيف تكون علاقتنا بعرق تصطب من جبين رسول الله، بماء تقاطر من وجه رسول الله، بريق حواه فم رسول الله؟ والحمد لله رب العالمين.